أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم خلق السماء فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين you
يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يطلونه عاما ويحرمونه عاما صدق الله العظيم Please!
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره الله سكينة
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله صدق الله العظيم. كان تزيد له قرآنية مباركة من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد محمود بدوي قارئ جمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء بالقاهرة ومعروف ومقيم بقرية النبيرة مركز ومدينة تيمارو إدارة السوتاتو والفراش الحديثة الكبرى إدارة الحج محمود الغربلي وأولاده المقيمين بيعقوب النجاة النبيرة. حضرت السادة المعازين شكر الله وسعيكم جميعا والبقاء لله وحده.